السرعة دي بلاستيك. في بداية أي علاقة تبقى دايما في مرحلة البلاهة، اللي هو أنا حبين كل الحلو اللي عندي، بخبي الوحش اللي مش حلو اللي عندي، اللي هو أنا النكدية ده، أنا فرفوشة جدا. طب والله العظيم فرفوشة جدا، مالك في إيه؟ والله رأي إيه دي؟ مش دموع على فكرة. وتلاقي برضو النجم فكرة أنا مش بغير خالص، تعمل اللي أنت عايزاه، بس إيه قصة إن أنت بتنزلي مع أخوكي من غير ما تستأذنيني ديت؟ عشان أنا مش فاهمها بس كويس. فدايما بتبقى في أول مرحلة العلاقة دي بيبقى إيه؟ في كده اللطافة دي، فبتبقى قابلها قوي في الأول، بتبقى عبيط، اللي هو مثلا بغض النظر بقى بلاريت فلاكس، بلاجرين فلاكس، في أي فلاكس في الدنيا. Oh my god this is so weird بجد، يعني you're not my type قوي، بس أنا حاساك you are my type. يعني أنا like I don't even know you، بس حاسة I feel like I know you. فهمني؟ وانت بتبقى قاعد زي التروبش، لا ما انا مش عارفه انت عايزه ايه، بس انت موزه فانا موافق يعني. فبفهمش العلاقات في اول الجامعه دي، انتوا لحقتوا امتى يا جدعان؟ انت اصلا بتكون رايح الجامعه كاره الدنيا واللي فيها، مش طايق نفسك، بتفكر اصلا تسيب التعليم وتفتح عربيه كده، تخش تلاقي فرشتين بيجروا ورا بعض، احمد هات الشنطه وبت الخرا. تبص على احمد دوت تلاقيه ضرفة مترين، انت اصلا تتكسف له. حرمي الشنطة. نوني تتكسفي مني يا نوني. فاللي هو طيب يا جماعة مفيش مشكلة، بس هم المشكلة هم بيفركشوا بعدها بأسبوع، وده طبيعي. أنا مش ضد الحب، أنا بس ضد فكرة إن الحب إدمان، هو بيتعامل معك إنه مخدر، اللي هو أنا مش هقدر أشوفكم النهاردة على القهوة، اللي هي معلم في إيه أصلا، أنا لازم أطمن عليها قبل ما تنام. وتلاقي مثلا البنت بتقول لك أنا بجد محمد لو سابني أنا ممكن أنتحر. ايه محمد اللي انت عارفاه بقالك اسبوع تنتحر عشانه ليه انا مش فاهم والله. فبفهمش ايه الاكستريمز ديت، احنا ساعات بنبالغ لدرجه ان احنا عندنا في مصر مش فالنتاين واحد، اتنين فالنتاين. يا سيد الحب جميل، روح الناس يا حب يلا، بس انا مش فاهم ايه المبالغه دي. ولو انت مش فاكر، انت كراجل سنجل بائس حزين مش عارف امتى الفالنتاين، فكل المحلات والانفلونسرز وكل العالم هيفكرك في اوفرز للكابلز 50%، وانت يا سنجل يا بائس يا كلب مالكش اي حاجه. فبتفضل قاعد كده اللي هو طب انا مش فاهم بقى، هل يعني المفروض ان انا اصاحب عشان اخد الاوفر بتاع الاتنين بيتزا، ولا انا مش عامل ايه دلوقتي؟ بيتعاملوا معاك عارف انت الناس بالك ورد في الاجبار دوت، تكون انت مثلا قاعد مثلا في الزمالك ولا حاجه، يا بيشتري مني ورده يا رب تتجوزه، يا رب تجيبوا عيال، يا ست اقسم بالله انا سنجل ودي مديرتي وعندي ميتنج وكاره يا بيه، يا رب بالله عليك يا رب تتجوز يا ست، خلاص ما انا سنجل، انت بتذليني او انت بتعيريني، انا مش تعملي معايا كده ليه؟ والهدايا مثلا، الهدايا بتوصل لمراحل من التعقيد انا مش فاهمه، تقعد تفكر اجيب ايه وتبقى وحش في الاخر، والموضوع بيبقى معقد قوي، حتى الهدايا بتبقى مبالغ فيها. يعني انا مره جبت سلسله كانت بالنسبه لي سعرها معقول جدا، وقلت بس هاخد السلسله، فانا الراجل وانا ماشي كده الراجل بص لي قال لي جايبها لمين؟ اشترى احنا خد عليا وانا انا اصحاب فاحكي لك، قلت له انا جايبها لحد كده، قال لي مش هنغلفها؟ كلامه اقنعني، قلت له ماشي غلفها، قلت يعني ايه 20 جنيه مش قصه يعني. لقيته مره واحده بتفرج على فقره الساحر، لقيته مره واخد الهديه وعمال يشقلب وانا قاعد قدامه زي الطفل، الله الله تاني وهو عمال ايه لغايه ما مرحله طلع فاكهه، ما فهمتش قلت ايه هنعمل اتنين فخفخينه ايه القصه؟ لقيته بيعمل بوكيه من الفاكهه، ليه؟ ايه الحوار ده؟ ليه نعمل بوكيه من الفاكهه؟ وبقى قاعد يقطع ويحط ويعمل على شكل ورده وقلب، قلت انا راجل مجتهد والله ربنا يزيده يعني. لقيته بيقول لي السعر، انا ما صدقتش ده اكتر من مرتبي، يعني ده ثمن ده لو توسع عارف توسع الثمن دوت اجيب اقسم بالله جردلين من 10 فرغلي نص ضربه كوكتيل. قال له طب ليه السعر ده يا فندم؟ قال له يا فندم دي فاكهه جايبينها من هاواي هاند بيك باي رفيقي القرد الفلاين كينج. فاللي هو انت قاعد طيب انا وانا جاي شفت كيس مكتوب عليه تمر حنه، هتقولي بالله عليك وهات السلسله وروحني، وايه المشكله ان انت سنجل؟ ما هو يوم زي اي يوم، هتلاقي بقى اللي بيطلع بيقول لك ايه لايك I'm single on Valentine's Day and this is my day and I love myself, okay? انا هجيب هدية لنفسي، انا بعمل كل حاجة لنفسي like you don't owe me, I owe me, I work myself. اكرر فهمت اللي هو طب يا استاذه كاردي بي، يعني محدش مهتم لهذه الدرجه. وتلاقي برضه اللي هو ايه التاني الكول قوي اللي هو ايه ده النهارده ايه يا جدعان؟ انا فاكره عيد العمال. على فكرة يا جدعان انا سنجل ومعرفش النهاردة فالنتاين ازاي، انا معرفش النهاردة فالنتاين وسجل والله العظيم سجل.
لا طيب خلاص ماشي يا جدعان، فهمنا ان انتوا مش مهتمين باليوم. انا اشجع الحب 100%، روح للناس يا حب حب حب. وانا اصلا مش هعمل حاجه في انا يا عم، انت في فالنتاينز اقسم بالله كابتن برنس ماشي اقطعها لك كده مثلا مع قرن بصل اخضر شويه كده، ثم بشور اقسم بالله سحر سحر يابا.